ولا حرك. افتح بباب العربه دي بس. ان الساعه زغلول محطات نفقيه، بعد كده كلها محطات نفقيه، يبقى لازم نوقف القطر في النفق عشان نقدر نحصل. بسرعه حركه قوات اشرف بيه، حط الساعه زغلول. بس يا ابو جنيه مش من عندي، وصلوا الكهرباء من تحتهم. ذنبهم في رقبه الجماعه بتوعك، هم عايزين كده. دلوقتي مضطر ان افكرهم كلهم. اربع دقايق كلنا هنموت. وادي المفتاح. الناس دي مالهاش ذنب. خليني اكلمهم وانا ارجع لك الكهرباء وامشي لك القطر. المهم الناس دي ما تموتش. خليني اكلمهم وانا هربهم. فكني. خليني اشوف. قوم اشوف. يلا قوم. يلا شغل التليفون يا سيسي بي. يا سيسي بي معاك قطر 165. ايوه يا ابراهيم. انا الرئيس سيف الضبط. ايوه يا سيف. يا صابر يا صابر، في قنبله على القطر هتنفجر بعد اربع دقايق. خليهم يمشوا القطر. رجعوا الكهرباء يا صابر. ده كلام فاضي يا صابر، ده ارهابي كده كده هيفجر القطر. يا فندم انا شايف ان احنا لازم نبلغ سياده الوزير. مفيش وقت معاك يا فندم. لو في احتماليه ان احنا ننقذ بني ادم واحد على راي احنا نحرك القطر. ارواح الناس اهم يا صابر، اسمع كلامي. رجعوا الكهرباء، مشوا القطر، مشوا القطر. حرك القطر يا ابني، القرار ده انا مسؤوليتي يا فندم. حرك القطر. ماشي القطر. يلا اتحرك بسرعة. حاضر حاضر. Oh!
طابر يا طابر حد يرد عليا. ايوه يا سفره معاك. القنبله هتنفجر في اقل من دقيقه. قصر الكابينه ازاي؟ القطر ما بيوصلش وهو ماشي بيفصل يدوي. هتفتح الباب اللي ورا اللي بين الكابينتين هتلاقي قد تحتك تتقال فوق هيفتح معاك. دخلت النار ولا ايه؟ هو انت ايه اللي عمل في وشك كده؟ مروان ولا القطر داس عليك؟ انت السبب على فكره. ما بتردش عليا في التليفون ليه يا صابر؟ خصمني؟ على فكره احنا مش مكتوب كتابنا ده شغل. ما كنتش فاضي لك الحقيقه، كنت بستلم عربيه سماح اهم منك 100 مره. دي سماح اللي مروقاك. صغيرة أوي على اللي بتعمله فيك. والله عندك حق. سبحان الله. آه هو أنا وشي متعور؟ متعور؟ لا هي شوية خرابيش. إن شاء الله على ما نتعلق بيه ويكون وشك يلا. الحمد لله على السلامة. إيه يا صابر؟ مفيش كده خالص. مش لاقي حتة سليمة معلش. صابر بيكلمك. رد عليه. مش كفايه عسل كده؟ الو هو انت ايه؟ رئيس مبيعات شهر العسل؟ ايه ده؟ ازيك يا عروس؟ حق عليا بطمن عليك واشوفك عايزين حاجه. فين البطل امال؟ اهو معاك ثانيه واحده. ايه يا حبيبي صباح الفل. صباح الجمال. اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ تمام الحمد لله. ايه بتعملوا ايه؟ مفيش قاعدين على البول شويه. طيب انا قلت اطمن عليكم. ايه ده؟ امتى ده حصل؟ ايه اللي حصل؟ لا طب انا هلبس واجي لك على طول دلوقتي. بيتك وبنت اختك. لا طبعا الماموريه اهم، دي مصر. يا تبطل غلاسه. لا شهر عسل ايه؟ بقول لك دي مصر. امشي امشي فور هو. لا لا سلمى مش هتقول حاجه، بالعكس سلمى بتحب مصر جدا. طبعا حاجه بس بقول لك مدنيه، دي وطنيه جدا. هقول له بس بتعملي ايه؟ انا بنقعد بنهزر كده؟ لا 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 ما كانش. امال الدراما ده ايه؟ لا 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 ل